ونبقى في شأن السياسي دائما، حيث قال القيادي البارز ورئيس حركة مجتمع السلم السابق أبو جرى السلطاني أن أحزاب الموالاة والمعارضة وحتى المجتمع المدني معنيين بترتيبات تعديل الدستور المرتقب. في ميكروفون هشام شريف. تعديل الدستور لم يعد أولوية في الجزائر، كان أولوية في سنة 2011 إلى 2012. اليوم تجاوزه الزمن، والحديث عن تعديل الدستور بأي شكل من الأشكال لا يلفت نظر المواطنين، ولم يعد حتى أولوية بالنسبة للأحزاب، لا أحزاب المعارضة ولا أحزاب الموالاة. بتقديري أن ما يحتاجه الدستور اليوم هو غلق العهدات فقط، المادة 74 تغلق، والرئيس الذي يأتي بعد السيد بوتفليقة يمكن أن يعيد فتح الورشة بشكل نهائي لنضع دستورا للجزائر ودستور المستقبل، وليس دستور لمرحلة انتقالية يعيش فيها العالم العربي كثير من التوترات، وتعيش فيها الجزائر أيضا ضغوط على كل حدودها كما تعلم.